السادة الإعلاميين والصحفيين الكرام، بشكركم على تحمل الوقت في انتظار انتهاء جلسة المباحثات وجلسة استقبال سيادة سفير روسيا الاتحادية التي لها مكانة خاصة في قلوب وعقول المصريين. بحييكم على هذا الموقف، وبقول ان احنا في اطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا الاتحادية، وفي اطار التواصل المستمر بين القيادات الشعبية والدبلوماسية الشعبية وبين قادة روسيا وسفير دولة روسيا الاتحادية المحبة لمصر، عقد هذا اللقاء لبحث مزيد من المشاورات ومناقشة العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بمصر وروسيا والتي تتعلق أيضا بدول المنطقة. الحقيقة هذا اللقاء كان لقاء مثمرا للغاية، وكان لقاء هادفا يستهدف إلقاء النقاء أو إلقاء الضوء على العديد من المشكلات التي نسعى جميعا إلى ضرورة التصدي لها. سيادة السفير سيرجي كعادته دائما يحب أن يخاطب المصريين بلغتهم، ويحب دائما أن يتحدث بعقل روسيا وقوة روسيا. لذلك اليوم يمكن أنا هترك الحديث لسيادته، هو من النادر أن يلتقي في مؤتمر صحفي، فأرجو ألا نسخن على سيادته، وفي نفس الوقت أن نستمع إلى رؤيته بشأن أهم مدار في هذا الحوار الهادف وهذه المفاوضات. وإن كنت أرى في نهاية كلمتي أن الزملاء الأفاضل قادة تيار الاستقلال اليوم الذين جاءوا من أجل التأكيد على قوة العلاقة بين مصر وروسيا، وجاءوا أيضا على ضرورة وضع اللمسات النهائية والهامة بشأن استقبال الزعيم الروسي في مصر الرئيس بوتين، والذي سيحدد موعد زيارته قريبا. ليس لنا لا علم ولا الحق في الإعلان عن موعد الزيارة، ولكن سيتحدث سيادة السفير عن هذا. ولكن كل ما ناقشناه هو استعداداتنا نحن كتيار الاستقلال مع عدد آخر من القوى السياسية لكي نستقبل الرئيس بوتين استقبالا شعبيا من مطار القاهرة حتى محل إقامته في وسط القاهرة. لذلك سوف يكون هناك أيضا استرجاعا لقوة واستراتيجية العلاقة بين مصر وروسيا في عصر ما كان يعتبر تتويجا لجهود الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. أرجو من السادة الأعزاء أن يعلموا أننا ناقشنا اليوم العديد من القضايا الخاصة بتخفيف حدة مشكلات الشعب السوري والعراقي والليبي والسوداني، دعم روسيا لاستقرار السلام في الشرق الأوسط، دعم روسيا وتعاونها الوثيق مع مصر من أجل مكافحة الإرهاب. وقد أبلى سيادة السفير بلاء حسنا عن قوة العلاقة بين مصر وروسيا في مواجهة الإرهاب. أدعو سيادة السفير الآن إلى إلقاء كلمته، وقبل ذلك أود أن أؤكد أنه أشاد بالسيد الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي بموقفه في أغسطس الماضي، حينما قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو في موسكو أن مصر ستعوض روسيا الاتحادية عن كل ما ستخسره نتيجة الحصار والحظر من الجانب الغربي. هكذا كان السيسي وهكذا كانت مصر. وقال سيادة السفير أن هذا القرار من السيسي قد لاقى استحسانا وارتياحا شديدين لدى المسؤولين والشعب الروسي على السواء. فلأدعو السيد السفير سيرجي لإلقاء كلمته. شكرا أستاذ الحضور. أولا ليس هذا اللقاء مؤتمر الصحفيين على الإطلاق، فأنا أرجو عدم طرح الأسئلة نظرا لقلة الوقت. أنا شاكر جدا لقيادة تيار الاستقلال على هذه الدعوة. نحن تبادلنا الآراء في مستجدات عديدة في الساحة المصرية والساحة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأيضا تبحثنا في واقع
وأفاق التعاون الثنائي بين روسيا وجمهورية مصر العربية. هناك التقاء لأراء ومقربات من في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين بلدينا، الذي يجمعنا السعي والحرص الأكيد على الوصول إلى المزيد في التجارة البينية وفي التعاون الثنائي في كافة المجالات. أنا أخبرت قيادة تيار الاستقلال أنه نحن كسفارة تشتغل ليل ونهار من أجل إعداد للقمة الروسية المصرية القادمة في أرض مصر، وهي هتتم إن شاء الله في العام القادم. بالوقت الحاضر نحن نعد زيارة الوفد رفيع المستوى إلى مصر. هذا الوفد مفروض أن يزور البلد، هذا البلد في شهر ديسمبر، ومن خلالها نستطيع أن نعيد لزيارة القمة إن شاء الله. نحن طبعا بحثنا في موضوع مشاعر التي تربط بين شعبين الروسي والمصري، ووصلنا إلى استنتاج القاطع بأن هذه المشاعر مشتركة وعميقة، وأيضا أشارنا إلى ضرورة الحفاظ بالتاريخ، التاريخ المجيد التي ربط بين بلدينا إلى الأبد الآبدي. وأنا أشكر الصحافة المصرية ورجال ونساء الصحافة المصرية على الاهتمام المتواصل لموضوع تنمية العلاقات الثنائية، وأرجو منكم التقيد بطبعا المسؤولية ودقة عندما تعالجون الأحداث الخاصة بتطور علاقاتنا الثنائية. فشكرا أيها الأخوة. شكرا سعادة السفير جميل، شكرا.